بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 74 من سلسلة دروس كتاب حقائق عن التصوف للعلامة الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. لا يزال الكلام الشيخ الآن شرع لنا في الحديث أو في ذكر شهادات لعلماء الأمة السلف والخلف، شهاداتهم حول أو على التصوف، هل هو باطل أم حق. ذكر لنا شهادة الأئمة الأربعة، ثم الآن وقفنا عند شهادة الحارث المحاسبي، وهي شهادة طويلة لأن فيها معاناة، سنقرأها إن شاء الله تعالى. ويقول الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى متحدثا عن جهاده المرير للوصول إلى الحق حتى اهتدى إلى التصوف ورجاله، يعني كان باحثا عن الحقيقة، مثله سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهو من أروع ما كتب في وصف الحياة الصوفية والخلقية والإيمانية. أما بعد، فقد انتهى البيان إلى أن هذه الأمة، كلام من الآن؟ كلام الحارث المحاسبي. فقد انتهى البيان إلى أن هذه الأمة تفترق على 74 فرقة، منها فرقة ناجية والله أعلم بسائرها. فلم أزل برهة فترة من عمري أنظر اختلاف الأمة وألتمس المنهاج الواضح والسبيل القاصدة، وأطلب من العلم والعمل، وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلماء. إذا ما كان يمشي بهواه ولا بنفسه، كان عنده أمران. الأمر الأول يطرق باب الله عز وجل، يا رب اهدني، ويسترشد بأقوال العلماء، ما في عندي طريقة أخرى، ماذا أفعل؟ قال: وعقلت كثيرا من كلام الله عز وجل بتأويل الفقهاء، وتدبرت أحوال الأمة، ونظرت في مذاهبها وأقاويلها، فعقلت من ذلك ما قدر لي، ورأيت اختلافهم بحرا عميقا، اختلاف العلماء، غرق فيه ناس كثير، وسلم منه عصابة قليلة، ورأيت كل صنف منهم يزعم أن النجاة لمن تبعهم. وهذا الأمر إلى زماننا هذا، ما زالت هذا الاختلاف إلى زماننا هذا، وأن المهالك لمن خالفهم. ثم رأيت الناس أصنافا، فمنهم العالم بأمر الآخرة لقاؤه عسير ووجوده عزيز، العالم بأمر الآخرة لقاؤه، يعني الاجتماع به أمر عسير وهو نادر الوجود، ومنهم الجاهل فالبعد عنه غنيمة، ومنهم المتشبه بالعلماء مشغوف بدنياه مؤثر لها، مش مشغوف بدنيا، متعلق بالدنيا ويقدم الدنيا على العلم، وأولئك معروفون، يعني الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، فيمدحون من يحرم مدحه، ويذمون من يحرم ذمه. ليه؟ من أجل إرضاء فلان، من أجل الحصول على المنصب الفلاني، من أجل دنيا ينالونها، فيذمون من يحرم ذمه، ويمدحون من لا يجوز مدحه، يمدحون المجرمين القتل الظالمين، ويذمون القتل الأبرياء، إلى غير ذلك مما هو معلوم لديكم. ومنهم حامل علم منسوب إلى الدين ملتمس بعلمه التعظيم والعلو،
ينال بالدنيا بالدين من عرض الدنيا، تعلم ليقال له عالم، تعلم ليصرف وجوه الناس إليه، فهذا يوم القيامة خاسر بائس هالك، هو والذي قبله المتشبه بالعلماء. ومنهم حامل علم لا يعلم تأويل ما حمل أو ما حمل، ومنهم متشبه بالنساك متحر للخير، لا غناء عنده ولا نفاذ لعلمه إلى قلوب السامعين ولا معتمد على رأيه. ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء مفقود الورع والتقوى، أنه عاقل وداهي ولكنه ما عنده لا دين ولا تقوى. ومنهم متوادون، يعني يحب بعضهم بعضا ولكنهم اجتمعوا على غير هدى. ومنهم متوادون على الهوى وافقون، وللدنيا يذلون ورياستها يطلبون. تجد عصابة من الناس، مجموعة 10 شباب يجتمعون على المنكرات، يحب بعضهم بعضا ويفدي أحدهم الآخر بنفسه، ولكن أولئك هلكة. ومنهم شياطين الإنس عن الآخرة يصدون، يقول لك يا أخي أنت الآن تتعب نفسك بالقراءة بطلب العلم وحضور الدروس وقيام الليل وصيام النهار، لماذا هذا؟ إن الله غفور رحيم. هكذا. ومنهم شياطين الإنس، وهؤلاء كثر، هؤلاء كثر شياطين الإنس، أعاذنا الله منهم، عن الآخرة يصدون. والله أحيانا شياطين الإنس يكون طلاب علم، يكونوا وأحيانا يكونون شيوخ، يكونون شيوخ أحيانا طلاب علم شياطين الإنس. شياطين الإنس تجدهم متلونين متغيرين. لا أريد أن أذكر لكم قصصا، ولكن والله والله في جعبتي من القصص عن شياطين، أولئك الشياطين الذين تزيوا بزي العلماء، أعاذنا الله جميعا منهم يا رب، نسأل الله الحفظ لنا ولكم. ومنهم شياطين الإنس عن الآخرة يصدون، وعلى الدنيا يتكالبون، وإلى جمعها يهرعون، وفي الاستكثار منها يرغبون. هذا الكلام من يذكره؟ الحارث المحاسبي في زمانه في القرون 3 الأولى. فهم في الدنيا أحياء وفي العرف موتى، بل العرف عندهم منكر، والاستواء بين الحي والميت معروف عندهم. فتفقدت في الأصناف نفسي، بحثت عن نفسي هي مع أي هذه الأصناف. وهذا أحباب التفتيش والبحث والتدقيق ينبغي أن يقوم به كل واحد منا. والقرآن يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت مهما خدعت الآخرين لن تستطيع خداعة نفسك. قال وذقت بذلك ذرعا فقصدت إلى هدى المهتدين بطلب السداد والهدى، واسترشدت العلم وأعملت الفكرة وأطلت النظرة، فتبين لي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع الأمة أن اتباع الهوى يعمي عن الرشد أو عن الرشد، يعمي عن الرشد ويضل عن الحق ويطيل المكث في العمى. اتباع الهوى يطيل المكث في العمى. فبدأت بإسقاط الهوى عن قلبي، ووقفت عند اختلاف الأمة مرتادا، يعني طالبا مرتادا لطلب الفرقة الناجية، حذرا من الأهواء المردية والفرقة الهالكة، متحرزا من الاقتحام قبل البيان، متحرزا من الدخول قبل المعرفة، وألتمس سبيل النجاة لمهجة نفسي. ثم وجدت باجتماع الأمة في كتاب الله عز وجل المنزل أن سبيل النجاة في التمسك بتقوى الله وأداء فرائضه. هذا أول الكلام، سبيل النجاة أن تكون من الأتقياء وأن تتمسك بفرائض الله، هذا سبيل النجاة في الآخرة. والورع في حلاله وحرامه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والورع في حلاله وحرامه وجميع حدوده، والإخلاص لله تعالى بطاعته، والتأسي الاقتداء برسول الله
صلى الله عليه وسلم، فطلبت معرفة الفرائض والسنن عند العلماء في الآثار، فرأيت اجتماعا واختلافا، يعني في مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها، ووجدت جميعهم مجتمعين، يعني بالاتفاق الآن على أن علم الفرائض والسنن عند العلماء بالله وأمره، الفقهاء عن الله، العاملين برضوانه، الورعين عن محارمه، المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤثرين الآخرة على الدنيا، أولئك من هم؟ المتمسكون بأمر الله وسنن المرسلين. يعني باختصار هم الواقفون عند قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. الأمور المشتبهة ماذا نتعامل معها؟ نتركها، نعرض عنها، نطلب البراءة لديننا. فالتمست من بين الأمة هذا الصنف المجتمع عليهم متفق عليهم والموصوفين بآثارهم، واقتبست من علمهم، فرأيتهم أقل من القليل، ورأيت علمهم مندرسا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ فطوبى للغرباء. وهم المتفردون بدينهم، فعظمت مصيبتي. عظمت مصيبتي ليه؟ لفقد الأولياء الأتقياء، وخشيت بغتة الموت، خشيت أن أموت بغتة، أن يفاجئني على اضطراب من عمري لاختلاف الأمة. فانكمشت في طلب عالم لم أجد لي من معرفته بدا، يعني توجهت لطلب عالم ولم أقصر في الاحتياط ولا في النصح. فقيض لي الرؤوف بعباده الله قوما. انظر، لما تكون صادقا في الطلب يأتيك المدد، يأتيك الرشاد، تفتح لك أبواب الرحمة، أبواب الهداية. فقيض لي الرؤوف بعباده قوما وجدت فيهم دلائل التقوى وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الدنيا، ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أئمة الهدى، ووجدتهم مجتمعين على نصح الأمة، لا يرجون أبدا في معصيته، ولا يقنطون أبدا من رحمته، يرضون أبدا بالصبر على البأساء والضراء، والرضا بالقضاء والشكر على النعماء، يحببون الله تعالى إلى العباد بذكرهم أياديه وإحسانه، ويحثون العبادة على الإنابة إلى الله، علماء بعظمة الله تعالى، علماء بعظيم قدرته، وعلماء بكتابه وسنته، فقهاء في دينه، علماء بما يحب ويكره، ورعين عن البدع والأهواء، تاركين التعمق والإغلاء، مبغضين للجدل والمراء، متورعين عن الاغتياب والظلم، مخالفين لأهوائهم، محاسبين لأنفسهم، مالكين لجوارحهم، ورعين في مطاعمهم وملابسهم وجميع أحوالهم، مجانبين للشبهات، تاركين للشهوات، مجتزئين بالبلغة من الأقوال، متقللين من المباح، زاهدين في الحلال، ومن زهد في الحلال لن يقع في الحرام، زاهدين في الحلال، مشفقين من الحساب، وجلين من المعاد، مشغولين بينهم، مزرين على أنفسهم من دون غيرهم، يعني يعودون باللوم على أنفسهم لا على غيرهم، لا يبرئون أنفسهم ويتهمون غيرهم، على العكس تماما، هم دائما يعودون باللوم والتهمة على أنفسهم. لكل امرئ منهم شأن يغنيه، علماء بالآخرة، بأمر الآخرة وأقاويل القيامة وجزيل الثواب وأليم العقاب. ذلك أورثهم الحزن الدائم والهم المقيم، فشغلوا عن سرور الدنيا ونعيمها. ولقد وصفوا من آداب الدين صفات، وحدوا للورع حدودا ضاق لها صدري،
وعلمت أن آداب الدين وصدق الورع بحر لا ينجو من الغرق فيه شبهي. أيوة، يعني أنا الآن لست قادرا على أن أدخل في طريقهم هذا، لابد من علي من مقدمات، لابد علي من مقدمات أن أفعلها، أن أتهيأ لدخول طريق أولئك القوم الكرام. قال: ولا يقوم بحدوده مثلي، فتبين لي فضلهم واتضح لي نصحهم، وإيقنت أنهم العاملون بطريق الآخرة والمتأسون بالمرسلين والمصابيح لمن استضاء بهم والهادون لمن استرشدهم، فأصبحت راغبا في مذهبهم، مقتبسا من فوائدهم، قابلا لآدابهم، محبا لطاعتهم، لا أعدل بهم شيئا ولا أثر عليهم أحدا. ففتح الله لي علما اتضح لي برهانه وأنار لي فضله، ورجوت النجاة لمن أقر به أو امتحله، وأيقنت بالغوث لمن عمل به، ورأيت الاعوجاج في من خالفه، ورأيت الرين متراكبا على قلب من جهله وجحده، ورأيت الحجة العظمى لمن فهمه، ورأيت انتحاله والعمل بحدوده واجبا علي، فاعتقدته في سريرتي وانطويت عليه بضميري وجعلته أساس ديني وبنيت عليه أعمالي وتقلبت فيه بأحوالي، وسألت الله عز وجل أن يوزعني شكر ما أنعم به علي، وأن يقويني على القيام بحدود ما عرفني به، مع معرفتي بتقصيري في ذلك، وأني لا أدرك شكره أبدا. انتهى كلام الشيخ الحارث المحاسبي وهو يصف السادة الصوفية في زمانه. قال عبد القاهر البغدادي رحمه الله: قال الإمام الكبير حجة المتكلمين عبد القاهر البغدادي رحمه الله في كتابه الفرق بين الفرق: الفصل الأول من فصول هذا الباب في بيان أصناف أهل السنة والجماعة. قال: اعلموا أسعدكم الله أن أهل السنة والجماعة ثمانية أصناف من الناس. كتاب الفرق بين الفرق كتاب هام جدا، ينبغي على كل طالب أن يقتنيه وأن يقرأه كذلك. قال: صنف منهم أحاطوا علما بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد والوعيد والثواب والعقاب وشروط الاجتهاد والإمامة والزعامة. والصنف الثاني منهم أئمة الفقه من فريقي الرأي والحديث، من الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته الأزلية، وتبرأوا من القدر والاعتزال، وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلها ودوام عذاب النار على الكفرة، وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأحسن الثناء على السلف الصالح من الأمة، ورأوا وجوب الجمعة خلف الأئمة الذين تبرؤوا من أهل الأهوال الضالة، ورأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة. ويدخل في هذه الجماعة أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهم. والصنف الثالث منهم هم الذين أحاطوا علما بطريق الأخبار والسنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وميزوا بين الصحيح والسقيم منها، وعرفوا أسباب الجرح والتعديل، ولم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع الأهواء، من بدع أهل الأهواء الضالة. والصنف الرابع منهم قوم أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف، وجروا على سمت أهل اللغة كالخليل وأبي عمرو بن العلاء وسيبويه. والصنف الخامس منهم هم الذين أحاطوا علما بوجوه قراءات القرآن وبوجوه تفسير آيات القرآن وتأويلها على وفق مذهب أهل السنة دون تأويلات أهل الأهواء الضالة. والصنف السادس منهم الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا، واختبروا فاعتبروا، ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور، وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول عن الخير والشر ومحاسب على مثاقيل الذر،
فأعدوا خير الإعداد ليوم المعاد. وجرى كلامهم في طريقي العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث دون من يشتري لهو الحديث. لا يعملون الخير رياء ولا يتركونه حياء. دينهم التوحيد ونفي التشبيه، ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه والتسليم لأمره والقناعة بما رزقوا والإعراض عن الاعتراض عليه، على الله يعني. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. عبد العزيز الله يرضى عليك بابا، انتبه للدرس. والصنف السابع منهم قوم مرابطون في ثغور المسلمين في وجوه الكفر، يجاهدون أعداء المسلمين ويحمون حمى المسلمين. والصنف الثامن منهم عامة البلدان التي غلب فيها شعائر أهل السنة دون عامة البقاع التي ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة. ثم قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى. نقف عند الإمام القشيري في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله.